اكتر احساس مرعب ممكن يحسه اي انسان احساس الطرف الشبح. بتدور احداث القصة مع شاب اسمه محمد وعمره 21 سنة. محمد ده في يوم من الايام ربنا ابتلاه وعمل حادثة اضطرته وقتها ان يبتر دراعه، يبتره ده للي ما يعرفش يعني يقطعه. المهم بعد العملية الدكتور قال له خلي بالك ممكن من وقت للتاني تحس احساس غريب، الاحساس ده احنا بنسميه الطرف الشبح. فقال محمد للدكتور يعني ايه الاحساس ده؟ قال له يعني ممكن في يوم من الايام تحس ان ايدك موجودة لسه، فما تركزش مع الاحساس ده علشان تكمل حياتك. محمد قال له تمام ماشي. ولكن من اول يوم محمد استكشف الاحساس ده، كل شوية كان بيحس ان في حد بيتحسس ايده المبتورة، والاحساس ده ما كانش طبيعي ابدا. والغريب انه كان بيحس ان حد بيضغط على المكان ده اللي هو مش موجود اصلا، وبيحس كمان فيه بالوجع. وفضل محمد على الوضع ده لفترة وفي دماغه ان الموضوع ده موضوع عادي، لحد ما في يوم عرف كل شيء. محمد وهو قاعد على سريره سمع صوت حد بيخبط على الشباك، فقام من مكانه يشوف مين، ملقاش حد. ولكن الموضوع ده اتكرر مرة واتنين، فمحمد وقتها وقف عند الشباك وممشيش علشان لما يجي الشخص اللي بيخبط ده يلحق يشوفه، ورجع تاني يسمع صوت الخبط. ولكن الغريب انه ما كانش جاي من عند الشباك، الصوت كان جاي من عند المراية، كان شايفها قدامه وهي عمالة تتهز من الخبط. فهنا عرف محمد ان الجن ليه علاقة بالموضوع ده. فجري محمد من البيت بسرعة على بيت شيخ عندهم في الحتة اسمه الشيخ شعيب، وحكى له على كل اللي حصل من بتر ايده لحد موضوع المراية. فالشيخ قال لمحمد انا عايز اشوف القبر اللي ايدك اتدفنت فيه. وراحوا فعلا هما الاتنين، ومحمد فتح له القبر، وبالفعل اللي حسبه الشيخ لقى حد من الصحراء كان عامل سحر ورميه في القبر ده، وما كانش يعرف ان القبر ما فيهوش غير ايد بس، وان صاحبها لسه عايش. فالشيخ شعيب وقتها فضل يقرا شويه قران لحد ما فك السحر، ومن ساعتها اختفت كل الاحاسيس المرعبه اللي كان بيحسها محمد.